السلام عليكم خويا، هنا نهار بدا الحجر الصحي اضطرينا ندخل المنازل ديالنا ونسدو الحوانات، ولكن السيد اللي خدامين معاه الله يعمر هذا وقف معنا وكلش كان كيجي عندنا مره ولكن الله يكون في العوان عاوتاني، ها الكراهه شحال من حاجه، هو راه عنده مصاريف لذلك ما جانا داك الدعم، ولكن ماشي شي حاجه اللي غنعاونوا بها نيتو راه مع الكراهه ومع هادي ومع المصاريف ديال الدار الله يكون في العوان. وانا توفى لي الوالد ديالي يعني المصاريف وهادي شحال من حاجه، لذلك جينا اليوم باش نحلو باش نقادو السيد شحال مره كيتعاون معنا كيعطينا الفلوس كيعطينا هادي، حنا جينا اليوم نتعاونوا معاه، انت هو حنا وقفنا حتى هو وقف معنا ماشي نسانا ولا شي حاجه الله يكثر خيره. لذلك اخويا حنا راه جينا نقادو ماشي جينا نحلو ولا نبيعو نشريو، بغينا اخويا نحلو الصراحه، حنا ماشي ما بغيناش نحلو، حنا بغينا نحلو نبيعو نشريو ونرجعو كما كنا شحال هادي ونديرو الحيطه ديالنا والحضار وما يكونش تجمعات، ولكن هاد الناس قالت لا. حنا دابا اليوم اجينا ها بغينا نعرفو شنو كاين، جينا كنمسحو قالك لا، يعني راه هادشي كيقول اخويا ما عرفتش واش كاين ولا لا، حنا جينا اليوم غنمسحو ما كاين لا بيع لا شراء وقالك لا عاوتاني، يعني ملي غنحلو كي غنديرو مع هاد الناس هاد. المولى ما غاديش يشدو من عندي صافي ضاعت فيه. شوف عبد الرزاق من الفوق سالي كلشي مصدي كلشي، ولكن غادي الدوي غيبقى معاهم عبد الرزاق حتى ما يتصنتنا هذا هي المشكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيدي واقفين اللهم هذا ما صدناش شي حل، هذا الكراوة تجمع علينا الضرائب والتليفونات والضوء والناس خدامة مساكن ما صابوا ما ياكلوا ما شاء الله، ايوا شنو يديروا ما خصهم يديروا شي حل هذا الشيء الحل السعيد الضرائب والكراوات والضوء يدون شي حل شي حل سيدي شوف شغل عينا بالكلاس هادي احنا غاديين في 3 شهور هادي 3 شهور وحنا جالسين ما كاين والو. وزارة الصحة ولا وزارة المالية؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.